اهلا بكم اجمل ناس في الدنيا. بعتذر جدا عن الغياب وبشكر كل الناس اللي سألت عني في غيابي. ومعانا النهارده حلقة جديدة تماما، اكثر الابراج براءة بالترتيب، ولكن مش المقصود البراءة الداخلية، الابراج اللي من ملامحها ممكن انا احس ان هي ابراج بريئة. مش كنا في حلقة اقترحت قبل كده يا ريت تعمل لنا كل برج سماته الشكلية بتكون عاملة ازاي، بس ما لقيتش ان في يعني اقبال عليها اوي فأجلناها. في ابراج كده انا اشوفها من بره احس ان هي بريئة، وممكن ما خفيه كان اعظم ويبقى تفكيري غلط. اللي يهمنا المظهر بتاعها بيدل على هذا. هنرتب كل الابراج وخلوني ارحب بكم سريعا وادعو اللي ما اشتركش في القناه ان هو يشترك عشان اشعاراتنا دايما توصل له. وتوقعوا، كل حد يتوقع برجه هيجي في المركز الكام، وحد اذكى شويه يقول لنا المركز الاول ويلا بينا على المركز ال12. اكتر برج في الابراج كلها مش بريء خالص، او على الاقل مش باين عليه، هو برج العقرب المائي في المركز ال12. ما بيبانش عليك يا عقرب ان انت بريء صراحة كده، يعني ممكن حتى لو انت شايف نفسك بريء وغلبان وقلبك مفتوح للناس كلها فده من وجهة نظرك انت، انما احنا كمجتمع محيط بيك لو بنتعامل معاك من اول مرة وبنشوفك كده وبنشوف الكاركتر بتاعك بصراحة مش هنقول عليك بريء اطلاقا. احنا بنتكلم عن نظرتنا وقد تصيب وتخطئ. في المركز ال11 هنلاقي برج الثور، ما احنا طالعين بقى الاقل براءة الاكثر براءة فالاكثر، واحنا طالعين الثور رجل او امرأة صعب ان انا اشوفه من الوهلة الاولى اقول الخلقة دي بريئة او اقول المظهر ده بريء او الشخصية دي بريئة. انا ممكن اقول عن برج الثور من اول مرة ده بيدبر مكيدة، ممكن انا من ملامحه اقول كده. ملامح برج الثور شديدة عامة وملامح برج العقرب شديدة عامة، لذلك من الصعب حتى وانت بتدرس علم الفلك ان انت تقول على البرجين دول ان هم ابراج بريئة. لكن يا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة كالعادة وممتعة ندوس لايك توصل لبقية أصدقائنا، واوعوا تتابعوا حد تاني غير محمد أبو زيد نصاب. أنا بقول لكم أهو أخوهم التالت بقى، البرج التالت اللي في المركز العاشر الجدي حبيب الملايين في حلقة النهاردة، برضو يعني شرحه شرح إخواته اللي سبق. وما أقدرش أنا بصراحة أقول عن الجدي إن هو الخلقة دي بريئة، يبقى أنا ظلمت نفسي لو أنا قلت كده. عامة هنبدأ إن احنا نخش في الجد أكتر وأكتر وندخل في منطقة وسطى لما نوصل للمركز التاسع برج ترابي آخر، وننتهي من الإخوة الترابيين العذراء الترابي. رغم طيبة قلب العذراء الداخلية ولكن مظهره صعب إن هو يوحي ليك إن هو برج بريء. نخش في الجد أكتر وأكتر، حد توقع وصلنا خلاص دلوقتي للمركز الثامن عشان نلتقي مع برج السرطان. رغم حساسية برج السرطان وفي بعض الأحيان يقول لك ده قلبه قلب خصاية، إلا إنه هو في منطقة وسطى، لا هو تحت أوي ولا هو فوق أوي. يعني في أبراج بتسبق برج السرطان في الموضوع ده، زي برج الجوزاء اللي هنلاقيه دلوقتي في المركز السابع اللي في منطقة وسطى حرفيا ما بين البنين. ومع ذلك احنا لسه ما دخلناش في جد الجد، ودايما بقول في خطوط النار اللي بتتصدر حلقة النهاردة يا ريت تكونوا بتكتبوا في التوقعات. دلوقتي احنا داخلين في الجد في المركز السابع برج الحبيب. بصولي كده انا الحمل اهوت بذمتكم، ما انا بريء. بصولي كده بريء ولا مش بريء؟ عامة انا في المركز السادس يعني في حلقة النهاردة اللي هو برج بريء من غير ما تحلفوا، مصدقكم والله عارف ان انا بريء قوي. يعني هنخش في الجد اكتر واكتر ونوصل دلوقتي للمركز الخامس ونلتقي ببرج الحوت، وبدأنا بقى نخش في موضوع حلقتنا حرفيا. ممكن انت كمان الخامس ونلتقي ببرج الحوت، وبدأنا بقى نخش في موضوع حلقتنا حرفيا. ممكن انت كمان الراحة النفسية اللي ممكن انت تلمسها اول ما تتعامل مع برج الحوت رجل ولا سيما امرأة، ممكن تديك إيحاء ان هي ابراج بتتمتع ببراءة داخلية اكتر منها خارجية. عشان كده ممكن برج الحوت يحجز لنفسه المركز الخامس. ودلوقتي احنا معادنا مع رباعي خط النار، الاربع ابراج اللي بتتصدر القمة، والبرج اللي بيتصدر القمة مفاجأة اوي اوي اوي. الذكي يتوقع ويكتب وهديله لاف على طول. تعالوا نوصل للمركز الرابع، برج الاسد الناري. رغم قوته الكبيرة اوي الا انه صدقني هي هالة، دايما بقول برج الاسد الهالة المحيطة
بالعصبية والصوت العالي والعنجهية والمشية اللي فيها كبرياء والرد السريع والرد الصارم والعند وعدم التنازل. هو انت هنا بتشوف ان الاسد يعني، ولكن من داخله كيوت قوي، كيوت قوي، ما بحبش الكلمة دي بس هقولها مش عارف ليه، يعني كيوت قوي. اذا بيجي في المركز الرابع، ممكن انت تجد على ملامح برج الاسد مع الجاذبية الكبيرة الطاغية نوع من أنواع البراءة المختلفة، براءة رجل وامرأة أنثى برج الأسد عامة، براءة مختلفة من نوعها. بس أنا ما أقدرش من ملامح برج الأسد قبل ما أتعامل معاه وأدخل في النار وأشوف النار اللي ولعة جواه وعصبيته وعاملة إزاي وإحساسه بنفسه، ما أقدرش أقول عليه برج عنيف أوي ويعني مش بريء ومعقد وخشن والكلام ده يعني، لا ممكن من البداية كده. ولكن كل الأبراج دي في حتة وفي منطقة، والتلاتة الأوائل في منطقة تانية. هو بيحجز لنفسه مركز حلو قوي، حلو قوي في حلقة النهاردة، فبيجي في المركز التالت عشان يجي بين واحد من كل الأبراج أو من الأبراج اللي أنت ممكن فعلا تصفها بصفة البراءة، وممكن ما خفي كان أعظم. لو اتخدعت بعد كده احنا ملناش علاقة، احنا بنقول على المظهر الخارجي. الميزان رجل ولا سيما العسل أنثى برج الميزان معروفة طبعا. ممكن تجد لمسة براءة طاغية، طاغية جدا. ولكن كل الأبراج دي بما فيهم الميزان مش زي صاحب المركز الثاني اللي هو برج الدلو الهوائي. صاحب المركز الثاني والأول أبراج غالبية اللي بيقابلونا في حياتنا منهم بنحس إن هي أبراج بريئة أوي أو شخصيات بريئة أوي، وممكن يكون الداخل عكس الخارج يعني، ولكن إحنا بنقول الشكل العام. بينما متصدر الترتيب اللي هو مفاجأة برج القوس الناري اللي بيتصدر كل الأبراج في حلقة النهاردة وبيجلس على عرش كل الأبراج محتلا المركز الأول وبجدارة. هتلاقيه أكتر برج ممكن أنت تصفه بالبراءة. وتاني بقول في حاجة اسمها براءة داخلية وفي حاجة اسمها براءة خارجية. حلقة النهاردة البراءة الخارجية، يعني وارد لما أنت تتعامل مع الأبراج دي تلاقيها ولا بريئة ولا نيلة وتفاجأ إن أنت اللي اتخدعت، ولكن إحنا بنتكلم على الوهلة الأولى من بعيد لبعيد كده، الملامح والشكل من بعيد. إذا القوس بيتصدر كل الأبراج النهاردة، هنيئا لبرج القوس. يا ريت تكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي. بعتذر ما عملناش لايف الجمعة، احنا عندنا لايف كل يوم جمعة الساعة 9 بتوقيت مصر على الانستجرام وعلى الفيسبوك، ما عملناش امبارح، ان شاء الله نعوضه. وبدل اللي مشتركش في القناة يشترك، واللي مشتركش في الانستجرام او الفيسبوك وقنواتنا التانية هاتريك كورة او سأل محمد وعيلته شيروا على قد ما تقدروا، بالذات اصدقائنا اللي على الفيسبوك تابعوني. دايما بقول اللي ما يزهقش مني ويحب يشوفني اكتر من مرة في اليوم انا متواجد، والى اللقاء.